الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فإذا كان شهر رمضان المبارك شهر الاقتراب من القرآن الكريم والالتساق به تلاوة ومدارسة وتدبرا وفهما ومحاولة لتمثل معانيه ومضامينه وما اشتمل عليه من الأحكام والتوجيهات والآداب، إذا كان شهر رمضان كذلك، فإنه أيضا محطة لمعرفة ما سماه الله تعالى به من أسماء وما وصفه الله تعالى به من الصفات. وهذا مقصد من المقاصد الشرعية التي ينبغي للمؤمن أن يعلم هذا المقصد وأن يتمثله وأن يعرفه. فالله تعالى لجلال هذا الكتاب ولعظمته ومنزلته سماه الله تعالى بأسماء كثيرة، وكما هو معروف أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. فإذا كان للمسمى أسماء كثيرة دل ذلك على أن هذا المسمى شريف وكبير وعظيم، ومن هذا النوع القرآن الكريم، فهو كتاب واحد لكن الله تعالى سماه بأسماء كثيرة جدا. وهذه الأسماء كل اسم منها له معنى وله دلالة معينة يدل عليها. فمن أسماء هذا الكتاب الذين تعبدوا الله تعالى به في هذا الشهر الكريم أنه هدى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقة، إذن فهو هدى، فهو كتاب هداية. وهذا هو المقصد الكبير والعظيم للقرآن الكريم. فهذا الكتاب أنزله الله تعالى ليهدي الناس من الحيرة، من الشك، من الارتياب، من التيه، من الرذيلة، مما كان يعيشه هذا الإنسان من سقوط وانهيار. فهو كتاب يهدي الإنسان إلى كل خير، يهديه إلى كل معروف، يهديه إلى ما يصلحه وما ينفعه وما يفيده. هذا الإنسان قبل القرآن كان تائها لا شك في ذلك، كان ضالا لا شك في ذلك، كان تائها في دروب هذه الحياة، وكان غارقا في الجرائم، وكان غارقا في تعاطي الفواحش بالتأكيد. هذا الإنسان كان يئد البنات، هذا الإنسان كان مدمنا على الخمر، هذا الإنسان كان يعشق النزاعات ويعشق الصراعات ويحب التفرقة، وكان يقيم الخصومة على أتفه الأشياء. هذا الإنسان كان يحل كل شيء، وكان يحرم الحلال حينما يشاء. هذا الإنسان قبل القرآن كان يصنع الحلوى، كان يصنع الحلوى من الدقيق ويسجد لها ويعبدها، وكان يختار من الطبيعة الحجر الأملس، حينما يعجبه حجر أملس كان يتخذه إلها، وفي الغد يرمي بهذه الحجر ويبدل ذلك الإله بإله آخر. إذن الإنسان كان يشهد سقوطا لا مزيد عليه،
فحينما جاء القرآن هدى الله تعالى به هذا الإنسان من الضلالة إلى الهداية، من الضلالة إلى الهداية، من الحق من الباطل إلى الحق، من الشر إلى الخير، من الكفر إلى الإيمان، من الشك والارتياب إلى آخره، إلى الاطمئنان والاستقرار النفسي والفكري. هذا التمزق الذي كان يعيشه الإنسان داخليا، هناك تمزق كان يعيشه الإنسان، وهناك كذلك تمزق فكري كان يعيشه هذا الإنسان، لكن حينما جاء القرآن فرغ هذا الإنسان وأفرغ هذا الإنسان من كل هذه الأشياء وشحنه بهذه المعاني، معنى الوحدة ومعنى الاجتماع ومعنى المحبة ومعنى الأخوة، إنما المؤمنون إخوة، هؤلاء الذين كانوا أعداء، هؤلاء الذين كانوا متقاتلين، سيرهم الإسلام أمة واحدة، وجعل الإيمان لحمة، يعني لحمة يتجمع حولها الناس، ولهذا الإيمان حقوق، وصار الإنسان الذي كان ينظر إلى الآخر على أنه عدوه صار ينظر إليه على أنه أخوه، وعلى أنه ينتمي إلى نفس الدين. إذن هذا القرآن كما وصفه الله تعالى يقول فيه إنه هدى للناس، إذن هو هدى وبينات، وهدى يهدي الإنسان. نحن الآن في عصرنا الحالي لا شك أن عصرنا بقدر ما هو عصر العلم وعصر المعرفة وعصر التكنولوجيا، ولكن هو أيضا عصر فيه كثير من الرضاعة، فيه كثير من السقوط، فيه كثير من الانهيار، خاصة انهيارات خاصة على مستوى الفكري والمستوى الأخلاقي ومستوى المعاملات. نحن الآن نستهدي بهذا الكتاب، حينما نتاجر بهداية القرآن، حينما نتزوج نجعل القرآن هاديا لنا، حينما نتعامل مع الآخر نجعل القرآن أمامنا، حينما نريد أن نقول إن هذا حلال أو هذا حرام نجعل القرآن دائما أمامنا. ولذلك لم يبقى من الأسر سوى الأسر الإسلامية، الأسرة الإسلامية التي ظلت متماسكة، الأسرة الإسلامية التي ظلت متجمعة، الأسرة الإسلامية التي ظل فيها مفهوم للأب ومفهوم للأم ومفهوم للجد ومفهوم للجدة فقط، ومفهوم للكبير ومفهوم، وإن كانت هذا المعنى أصبح الآن يتآكل وأصبح الآن يضمحل، ولكن الأسرة الإسلامية لا زالت بحمد الله لأنها تستهدي بالقرآن. المسلم لا يتزوج إلا على هدي القرآن، فهو يخطب فتاة ويعقد عليها ويتزوج على سنة الله ورسوله ويتعامل معها وفق هذا، ولذلك هذه الأسرة تبقى متماسكة وتبقى مستمرة مهما ما تعانيه، مهما ما يفوق إليها من السهام وما تخترق به من الأفكار، ولكنها بحمد الله إلى الآن الأسرة لا تزال عندنا متماسكة وممتدة، وفيها أب محترم وفيها أم محترمة وفيها نظام الميراث وفيها كل ذلك، يعني ببركة هذه الهداية التي أخذها الإنسان من هذا الكتاب. ثم إن الله تعالى وصف هذا الكتاب العظيم الذين تعبدوا الله تعالى به في هذا الشهر بأنه ذكرى، أو أنه ذكر، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، فالله تعالى وصف كتابه بأنه ذكر وهو ذكر مبارك، لأنه ما من شيء يكون فيه هذا الكتاب ويحضر فيه هذا الكتاب إلا ويكون مباركا وتكون له فائدة مفيدة،
للإنسان في كل عمل كان حاضرا فيه القرآن، بمعنى كان القرآن حاضرا فيه، فإن هذا العمل يكون عملا مباركا. هو ذكر، قال المفسرون ذكر، لأنه يذكر الإنسان بالواجبات، بواجباته التي تجب عليه، فهو يذكرك بالواجبات التي تجب عليك نحو الله سبحانه وتعالى. وأنت تقرأ القرآن، هذا القرآن ليس كقراءته كقراءتك للرواية يسليك ويجعلك تحس كأنك تقرأ شيئا من، لا، هذا القرآن يذكرك بما يجب عليك. فحينما يتعلق الأمر بعلاقتك بالله يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فعلاقتك بالله تعالى تتأسس على العبادة، أنت عبد من عباد الله، أنت يجب أن تكون هكذا. وحينما تكون عبدا تكون مكرما وتكون عظيما وتكون شريفا في هذا الكون، وحينما تخرج على هذا الناموس وتعصي الله تعالى وتتطاول على شرعه وتعتقد أنك صرت فوق الشرع، أو أنك إذا التزمت بهذا الشرع تكون إنسانا متخلفا، وهنا تسقط وهنا تصاب في مقاتلك. إذن فأنت شريف وأنت عظيم وأنت كبير وأنت حينما تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. وهو أيضا يذكرك، أي القرآن يذكرك بحقيقة الحتمية، الحقيقة الكبرى، وهي الموت. كل نفس ذائقة الموت، حينما تتجبر، حينما تتكبر، حينما تدفعك ربما سلطة المال، سلطة الجاه، سلطة النشوة، إلى أن تنسى هذه الحقيقة، فالقرآن حينما تقرأه يذكرك، يقول لك: كل نفس ذائقة الموت. أنت نفس، إذن فأنت لابد أن تموت. إذن هو يذكرك بهذه الحقيقة، وحينما يذكرك بهذه الحقيقة وتكون ممن يذكر، أن هناك من يذكر، إلى أن هناك من يذكر ولكنه لا يتذكر للأسف الشديد، هناك من ينبه ولكنه لا يتنبه، هناك من يحرك ولكنه لا يتحرك، هناك من يحاول القرآن أن يخلخله، أن يزلزله لعله يرجع، لكن لأن هناك معاصي قد جثمت على قلبه لا يستطيع أن يتنبه، لا يستطيع أن يستيقظ، لا يستطيع أن يفيق من هذا النوم. إن القرآن الكريم شأنه هذا، أسلوبه هذا، مقصده هذا، وأنه يذكرك أنت تعيش معارك في هذه الحياة. هناك معركة مع النفس، هناك معركة مع الشهوة، ومعركة مع المال، ومعركة مع الزوجة، ومعركة مع الأولاد، ومعركة، الحياة معارك لا تنتهي ولن تنتهي، لأن الله تعالى شاء لهذه الحياة أن تكون معارك لا حصر لها، وأنت تقاتل في كل الجبهات، ولكن المهم هو أنك تعرف الحقيقة الكبرى، أنك في يوم من الأيام ستودع هذه الحياة. إذن القرآن يذكرك بأنه في لحظة من اللحظات لن تبقى موجودا، وأنك ستودع هذه الحياة، صغيرا كنت، كبيرا كنت، متعلما كنت، أستاذا كنت، كبيرا كنت، صغيرا، كما بتكون، إلى كل نفس ذائقة الموت. ثم إن هذا القرآن كذلك سماه الله ذكرى، لأنه أيضا يذكرك بحقوق أو بالواجبات التي تجب عليك نحو الآخرين. إنه يذكرك بواجب المعاشرة للزوجة: وعاشروهن بالمعروف، والفقيه يقرأ وأنت تسمع من ورائه، وأنت تصغي وأنت تستمع وقلبك مفتوح وفكرك مفتوح، فإذا بالفقيه يقول لك: وعاشروهن بالمعروف. هذا خطاب لمن؟ فالذي يقرأ القرآن بفهم، والذي يقرأ القرآن بوعي، والذي يقرأ القرآن بقلب واع
يعرف أن هذا الخطاب موجه إليه. إن الله تعالى هنا يخاطب الأزواج، يخاطب الأزواج على جهة التحديد، فيقول لهم هذه الفئة المتزوجة، من ليس متزوج لا يعنيه هذا، اللهم قل نقول يعنيه أن بمعنى باعتبار المآل، من ليس متزوج لا يعني هذا الخطاب، لكن المتزوجين، لكن الذين صار لهم زوجات هم المعنيون بهذا الخطاب، وعاشروهن بالمعروف. لا بد أن تعاشر، أي بمعنى من حق زوجتك عليك أن تعاشرها بالمعروف، من الواجب عليك الشرعي، من الواجب الشرعي أن تعاشرها بالمعروف، والمعاشرة بالمعروف تنافي كل ما كل التنافي ينافي، تنافي السب، تنافي الشتم، ينافي العنف، ينافي هي طالق، هي عليه محرم، هي عليه محرمة، ينافي الكسرة، ينافي المعاشرة بالمعروف، لا تجتمع مع السب، السب والمعاشرة بالمعروف لا يلتقيان. إذن فالمعاشرة بالمعروف تعني شيئا آخر، وهو أن هناك شراكة، وأن هناك معاملة حسنة، وأن هناك حواراً بالتي هي أحسن، وأن هناك آداباً، وأن هناك توجيهات، وأن هناك معاملة مؤسسة على الشرع. لا تظنون أيها الإخوة أن الإنسان يعامل زوجته كما يشاء، ولا تعتقد أن لا تعتقدون أن الإنسان حينما يتزوج ويجعل هذه الزوجة في عصمته أنه يفعل بها ما يشاء، وكأنه اشترى شيئا من السوق يلبسه متى شاء ويرميه متى شاء ويضعه، إلا هذه نفس، هذا فكر، هذا وجدان، هذا شعور، هذا ذوق، هذه نفس، هذه كرامة. المرأة مثلها مثل الرجل لا يختلف. ولذلك القرآن يقول لك وعاشروهن بالمعروف، لا بد أن تعب، بمعنى إذا عاشرتها بالمعروف فأنت مثاب، إذا عاشرتها بالمعروف فأنت مأجور. معاشرة الرجل لزوجته بالمعروف عبادة، من أعظم ما تتقرب به إلى الله هو معاملة الزوجات بالمعروف، لأننا حينما نعمل ذلك إننا نطبق الخطاب القرآني. خطاب القرآني هو هذا، بمعنى لا نجعله فقط من الإنسانية أو من التحضر أو مما يقوله الناس. حينما نعاشر زوجاتنا بالمعروف نتقرب إلى ذلك، بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ونطيع الله تعالى بذلك. إذن القرآن هنا يذكرك بحق من حقوق زوجتك عليك، وبالتالي كل سلوك يتنافى، كل سلوك يتناقض، كل سلوك يتعارض مع المعاشرة بالمعروف فهو حرام. أما هي طالق وهي عليه محرمة وهي كذا، والصفع والضرب واللكم والسب، فهذه الأمور ليست من الإسلام. إن كانت موجودة لا تعني أنها من الإسلام، قد توجد في بعض الأسر التي لم تهتدي بهدي هذا القرآن، أو أنها أخذت جانبا منه، لا يعني أن ذلك من. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسب زوجاته؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب زوجاته؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق زوجاته كلما رأى ذلك؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعن؟ لا. إذن أنت تأخذ الدين من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تأخذه من جهات من شرق أو من غرب. وعاشروهن بالمعروف. إذن القرآن هنا كما قلت يذكرك، وأنت تصلي فهو يذكرك بهذا الواجب، ويذكرك بهذا الحق الذي يجب عليك. وهذا لا يعني أنه ليس للزوج واجبات على على أيضا الزوجات عليها واجبات يجب أن تقوم بها نحو زوجها، وهي طاعته في المعروف، وتربية أبنائه، وحفظ بيته، وحفظ أسراره، والاستماع إليه، والتوافق معه ما أمكن. ولكن هذا لا يعني أن المرأة لا تحاور، لا تناقش، لا تسأل، لا في البيت الإسلامي فيه حيوية، وفيه نشاط، وفيه حوار، وفيه نقاش، ولكن كل ذلك منضبط بالشريعة الإسلامية. إذن هذا كذلك مما يذكرنا به القرآن. وأيضا سمى الله تعالى كتابه أنه ذكر مبارك،
أيضا أنه يذكرك كذلك بواجب الأب عليك. الله تعالى الآباء عليك أيها الإبن، الله تعالى يقول وهو يذكرك بهذه الواجبات: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه الآية تخاطب من؟ تخاطب فئة خاصة من الناس، وهي فئة الأبناء الذين لهم آباء. تخاطبهم بأن يؤدوا حقا من حقوق الآباء عليهم. ما هو هذا الحق؟ هو الإحسان، حقوق الإحسان، بمعنى يجب على الإبن أن يحسن إلى يعني إلى 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 أبيه، أن يحسن إلى أمه، أن يرفق بهما، أن يطيعهما في المعروف، أن يرعاهما، أن يسأل عنهما، إلى آخره. هذا معنى قول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا، أي أحسن إلى والديك يعني إحسانا. وتحديدا يذكرك الله تعالى برعايتهما والإحسان إليهما حينما يكونان في مرحلة معينة يحتاجان فيها إلى الرعاية، يحتاجان فيها إلى العطف، يحتاجان فيها إليك كما كنت محتاجا إليهما في يوم من الأيام. ويذهب القرآن مع الإبن وهو يخاطبه فيقول له: إما يبلغن عندك الكبر. هذه الكاف هي لك أيها الإبن، إنها هذه الآية تخاطب الإبن وتخاطب يعني تخاطب الذكر وتخاطب الأنثى. إما يبلغن عندك الكبر. والقرآن هنا يقف بالإبن عند مرحلة يكون فيها الأب ضعيفا وتكون فيها الأم ضعيفة، والأب في هذه المرحلة أو الأم يعني يحتاجان كلاهما، يحتاج إلى حنان الإبن، إلى مساعدة الإبن، إلى عطفه، إلى سؤاله، إلى إنفاقه، إلى ماله. وهي مرحلة الكبر يكون فيها أبوك محتاجا إليك، وتكون الأم كذلك محتاجة إليك. فمما يجب عليك هو الإحسان إليهما، ويكون هذا الإحسان أوجب وآكد حينما يكونان في هذه السن، يكون هذا الواجب أوكد ويكون هذا الواجب أعظم وأغلط. ولذلك يجب على الأبناء أن ينتبهوا إلى هذه الآداب، هذه الشعائر، هذه الأخلاق التي أصبحت الآن تنقرض وأصبحت الآن ربما تندثر. يجب على الأسرة الإسلامية أن تظل محافظة على هذا الموروث القرآن، يعني الآداب التي استنبطها العلماء من القرآن الكريم، وهي الأحكام الشرعية. بمعنى الإحسان إلى الوالدين هذا واجب شرعي، يعني ليس أمام الإبن خيار في أن ينفق أو لا ينفق، في أن يرعاهما أم لا يرعاهما. بحال الصلاة، إلا ما صليتش أنت آثم، ولا ما نفقتش على الوالدين ديالك ولا ما أنت آثم، بحال. لأن هذا الله تعالى قال: أقيموا الصلاة، وفي هذه الآية قال: وبالوالدين إحسانا، أي أحسن إلى الوالدين إحسانا. هذا مصدر ناب مناب الأمر كما يقول الأصوليون. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لاحظوا أيها الأخوة بهذا أختي، بماذا شرح العلماء كلمة فلا تقل لهما أف؟ كلمة أف، عبد الله بن عباس يقول إن كلمة أف هنا هو أن يصدر الإبن نفسا نحو الأب، كان يقول. بعض المرات الإبن في مرحلة من المراحل حينما يكون عنده أو حينما يكون أبوه عنده وهو كبير، ربما قد يقول له: يا ولدي أريد
مثلا أن أخرج، يا ولدي أريد أن أتجول، يا ولدي أريد الدواء، يا ولدي أريد أن أتسلى، يا ولدي يا ولدي. بعض المرات هذه المطالب تدفع الإبن إلى أن يتبرم وأن يتجرى وأن يصدر هذا النفس يحرم عليك أن تصدره نحو أبيك. أما الصفع، أما اللكم، أما الضرب، أما هذا دره من الكبائر، ولذلك كان من الكبائر عقوق الوالدين، فلا تقل لهما أفن. هذه غير كلمة أف، علاش؟ لأن هذا الآب له الفضل، كل الفضل بعد الله عليك. من أنت بغير أبي؟ ما بدون أب لم تكن موجودا، لولا هذا الآب ربما ما كنت موجودا، لولا هذا الأب ربما ما كنت أستاذا، ما كنت معلما، ما كنت طبيبا، ما أو لولا هذه الأم ما كنت كذا وكذا. بمعنى أن هذا الأب صنعك، أن هذا الأم، أن هذه الأم شكلت تصوراتك الأولى، وشكلت كذلك أفكارك الأولى، وشكلت كذلك تربيات، يعني التربية الأولى، هذه الأم هي التي كانت ترسخ فيك هذه القيم. ربما كنت أنت ربما تفر من المدرسة وهي تتبعك وتردك، والأب ربما كان يقترض من أجل أن تقرأ، والأب ربما كان يقترض من أجل أن تلبس أنت، والأب ربما كان يسهر، والأب ربما كان يشتغل، وربما بمعنى أنه كان يتعب من أجل أن تستريح أنت، ربما كان يبكي من أجل أن تبتسم أنت، ربما كان يمرض من أجل أن تصح أنت. فلذلك شاهدوا، هذه القيام الحضارية، حينما ترد الجميل إلى أهله، حينما ترد الإحسان إلى أهله، حينما ترد الإحسان إلى من أحسن إليك، هذه هي القيام الحضارية. أما أن تذهب بهذا الإبن إلى دار العجزة، أما أن تضربه، أما أن تكسر يده، أما أن تخرجه من المنزل، فتلك السلوكات ليست من القيم الإسلامية، وهذا بعيد كل البعد عن التدين. إذن التدين الصحيح هو هذا، حينما الإنسان يرعى حقوق الناس عليه، وأول حقوق الناس عليه حق أبيك وحق أمك وحق زوجتك والقرآن الكريم، وأنت تسمعه من في المقرئ يذكرك بهذه الحقوق. وقد ذكر الأب بحقوق الأبناء عليه حينما قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. من هم هؤلاء الأهل؟ إنها زوجتك، إنهم أولادك. كيف تقي أولادك النار؟ تقيهم حينما تعلمهم التوحيد، تقيهم النار حينما تربيهم، تقيهم النار حينما تغرس فيهم قيم الصلاح وقيم الفلاح، حينما تغرس فيهم حب الله وحب محمد صلى الله عليه وسلم، حينما تربيهم على القراءة، على المعرفة، على اكتساب الحلال، على العفة، على الفضيلة، على الاستقامة، على الإحسان إلى الآخرين، على احترام الآخرين، على احترام الأبوين، هنا تقي أبناءك من النار كما قال الله تعالى: قوا أنفسكم. لكن حينما تطلق للأبناء العنان، حينما لا تسأل عنه، حينما لا لا تفكر فيه، قد ربما هذا الإبن يبتلى بآفة من الآفات، وفي يوم من الأيام يقول: إن أبي هو الذي كان السبب فيما وصلت إليه. إذن هذا كذا يكون القرآن، ونحن نقرأه يذكرنا بهذه الواجبات، ويذكرنا كذلك بما ينتظرنا، ويذكرنا بالأخلاق التي ينبغي أن نتحلى بها، وبالصفات التي ينبغي أن لا نتصف بها من الصفات المدمرة والمخربة، ويذكرنا كذلك بالحقيقة الكبرى التي تنتظرنا، وهي أي أن يفارق الإنسان هذه الحياة وينتقل إلى دار البقاء ليجيب عن الأسئلة التي ينبغي أن يجيب عليها. أسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يرشدنا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. آمين، والحمد لله رب العالمين.